حكايتك مع محمد رمضان في اللوكيشن كانت مختلفة؟ زي الفل، زي ممثل الفل. زي الفل. محمد موهوب جدا وحلو جدا التعامل معاه، وانبسطت وكانت تجربة حلوة جدا والحمد لله ناجحة. طبعا اكيد، وبشهاده النقاد الحمد لله يا وجمهور رب، الحمد لله. ونجاح كمان كبير المفروض للمسلسل الاخير جمال الحريم. ولكن انا عايزه اتكلم كمان عن عمر الناجي. وصل لحد فين اهلا عمر وسهلا. الناجي؟ عمر الناجي ابتدينا نصور بس وقفنا التصوير، هنستكمل بعد رمضان ان شاء رمضان الله. طبعا هو مع الفنان امير كرارة، مع امير كرارة ومع اخراج بيتر انتاج سينرجي على منصه واتشت. ولسه كنت هكلمك عن المنصات ومنصه واتشت تحديدا، وشايفه ان ده المستقبل، ممكن يبقى جزء من المستقبل حتى لو ما كانش المستقبل كله، فاهمه؟ اه بتابع حاجات كتير لما يبقى عندي وقت. طبعا الفتره اللي فاتت كنا تصوير 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 بس، وفي مواضيع حلوه بتتعمل وفي انتاج حلو للمنصات، طب ليه لا؟ صحيح. اهتمامك بالدراما التلفزيونيه اكتر من السينما الفتره دي، وخصوصا كمان انك حضرتك داخله على ظل راجل مع ياسر جلال. ظل راجل مع ياسر جلال. رمضان 2021 واخراج احمد صالح. احمد صالح. الكتاب لاحمد عبد الفتاح وانتاج سينرجي. قولي لي، فكره انه تواجدك في رمضان ده بالنسبه لك مهم؟ مهم طبعا لما يبقى في دور حلو، بس مش هيكون مهم لو دور مش عاجبني، فاهمه قصدي؟ يعني أكيد. مش تواجد لمجرد التواجد في رمضان. لو كان في مسلسل حلو في رمضان اوكي، ليه لا؟ ومسلسل ده للراجل ان شاء الله يعجب الناس. ابتدوا تصوير، انا لسه ما ابتديتش معاهم لانه بياخد شويه اجازه صغيره بس بعد جمال الحريم، لسه كنت بصور لغايه من يومين يعني. وان شاء الله نبتدي بعدين اصور معاهم وخلاص ادخل معاهم في الجو. هم ابتدوا، يا رب يوفق الجميع. كلنا بنتعب في شغلنا وكلنا بنبقى عايزين نعمل ادوار مختلفه ومواضيع مختلفه، عارفه؟ حلو حلو. صحيح. ده بيطلع في الاخر نتيجه مسلسلات كتير، والناس بتختار الموضوع الاقرب لقلبها واللي القصه اللي حمستها اكتر واللي شدتها اكتر. هيكون دور مختلف طبعا، طبعا دور مختلف، دور دكتوره، دور دكتوره بشريه عاديه طبيعيه في مستشفى. بس حلو جدا، وفي تويستات حلوه وشيك.